الموضوع التهجير موضوع قديم وحديث. كثير من دول العالم أصابها التهجير والتهجير القسري وكانت له نتائج وخيمة. أول تهجير حدث في أمريكا على سكانها الأصليين الهنود الحمر، وتم تهجيرهم وقتلهم وإسكان ناس آخرين بدلا عنهم. حدث أيضا في الهند بين الباكستان والهند، حصل أيضا في أوروبا، حصل في دول كثيرة من العالم، وحصل عندنا في الشرق الأوسط في سوريا من قبل مجموعات كثيرة أدت إلى تهجير المواطنين من بيوتهم. التعريف للتهجير القسري حسب ما ورد في بعض المراجع هو ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة اتجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية كهدف لإخلاء غير قانوني لمجموعة الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها وإحلال مجاميع أخرى بدلاً عنها. يعني أنا أجي على مجموعة أو على بلد أو على قرية أو على أي كثافة سكانية وأخرجهم من ديارهم وأسكن بدلاً عنهم. ماذا ينتج عن هذا العمل؟ هذا عمل مشين. عندما أهجر هذا الإنسان من بيته، من أرضه، من ممتلكاته، فتكون النتائج كما نعلم نتائج وخيمة على المواطن. ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، فإن أبعاد السكان أو النقل القسري للسكان عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية، كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص التي ينفوا من مناطق سكناهم إلى أرض أخرى إلا في حالات يكون هذا في صالحهم بهدف. ما أعلنه المحاضر في محاضرته عن الأرقام التي تم تهجيرها هي أرقام علنية، ولكن الأرقام الغير معلنة حقيقة هي أفظع بكثير من ذلك، لكون ظاهرة التهجير القسري طبعا هي كما أشار المحاضر هي ظاهرة عالمية، ولكن نحن شاهدناها ولامسناها على أرض الواقع في سوريا ونحن عانينا منها، لحيث لم تبقى جزء من سوريا إلا وتتعرض لهذه الظاهرة البشعة. دولو ترن قالك نازي مدنيا نبايا جبروي شاندنا مسري كان يجبر فيبو آية كم جبو قلي ما جبو وانزارو كما يتشهوتينا ما تخصوان بكين جينا خستا بشتيوي يعني قال دركت أمكتن قودن سيود كيلومتر فقر جبو إرشاتر بسكن دنيا حميج ماركوت وقوة طاقصة أم سيود كيلومتر فقر يعني ما تفاقي جياني أم نأخوزن ثقة العام سر قال لي ما تشيب أم نأخوزن إرشي تكسي بكن. رغبة الشباب وأيضا رغبة حزب سوريا المستقبل في تغيير هذه الصورة عن الملعب وإعادة روح الشباب. أيها الشهداء سلام يا أيها العظماء سلام هذه دماكم أشرقت نصرا مبين هذه خطاكم أزهرت بالياسمين هذه دماكم أشرقت نصرا التحت جسدي إذا كن الليالي